بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو راح نتكلم عن أنماط الجمل للجملة البسيطة، لتركيب الجمل البسيطة باللغة الإنجليزية. قبل أن نتعامل مع أنماط الجمل، نحتاج نركز على structure. مثل ما نشوف أمامنا sentence structure، كلمة structure تكررت علينا أكثر من مرة، ومثل ما تعلمنا بالفيديوهات السابقة، structure اللي هو بمعنى تركيب ممكن أن نلقى ضمن الكلمات، يعني الكلمات إلها تركيب، وأكيد العبارات phrases have structure، phrases بيهم هم تركيب، وأكيد الجمل بيهم تركيب. okay sentences have structure. الشيء الجدا مهم اللي المفروض تنتبهوا له أنه تركيب إلى ثلاث مستويات. okay ممكن نتكلم عن التركيب فيما يخص المعنى. okay a semantic structure. what do I mean by semantic structure? semantic structure involves the role of each word or phrase in the meaning of the sentence. okay من نحكي عن التركيب الجملة حسب المعنى، فهو يتعلق بكل كلمة أو عبارة في تشكيل المعنى للجملة. أوكي، وحسب هذا المستوى ممكن نستخدم عبارات مثل agent اللي هو the actor of the verb. أوكي، أو ممكن نستخدم فد مصطلح مثل patient اللي هو the person or thing acted upon by the verb. ممكن نستخدم the instrument. إذن إذا كنا نتكلم على semantic structure فنستخدم مصطلحات مثل instrument, the thing which is used to act upon the patient. okay يعني الأداة, benefactive, the person who gets the benefit of the action. benefactive الشخص المستفيد من من الحدث اللي موجود بالفعل, والpossessor والمالك. خلي يصير هذه الأمور أوضح لو ننطي مثال. the boy cut the Snickers with a knife for his friend. for the boy حسب the semantic structure, the boy راح نعتبره the agent الفاعل. okay the actor of the verb. أكيد the Snickers نعتبرهم patient, the person or thing acted upon by the verb. الانسترومنت اللي هي the thing which is used to act upon the patient, بهذه الجملة a knife. benefactive المستفيد, the person who gets the benefit of the action, الشخص اللي يستفيد من حدث الفعل, بهذه الجملة his friend. possessor the person or thing which owns or has possession of an object, الشخص اللي يمتلك شيء معين, هنا his. كيف هذا حسب تركيب الجملة حسب المعنى semantic structure. أكيد الـ semantic structure المعنى دائما حاضر, وأكيد أكو مستوى ثاني, تركيب ثاني اللي هو يعرف بالـ relational structure. relational structure has to do with function. okay الوظيفة, which involves the role of each construction in relation to the other elements in the sentence, usually the verb. okay relational structure علاقة مكونات الجملة مع بعضها البعض, وبالأساس علاقتهم مع الفعل. وحسب هذا التحليل, يعني هذا التحليل حسب الوظيفة, أكيد حسب أنه وظيفة كل جزء من أجزاء الجملة. حسب هذا التحليل راح نستخدم عبارات مثل subject والobject والpredicate والhead والmodifier. okay وراح تبين أكثر من راح نوضح الـ sentence patterns. the last التركيب أو مستوى التركيب الثالث اللي هو يعرف بالcategorical structure. categorical structure deals with how the entire sentence is broken into parts, phrases, and how these can be broken into individual parts of a speech, or conversely, how individual parts of a speech are put together to form phrases.
which are combined to form sentences. This structure, this level of structure is also known as form or structure classes. خلي نوضحهم. خلي نوضح هذا المستوى. The categorical structure, التركيب على مستوى ال خلينا نسميه التركيب الفئوي. تركيب فئات أجزاء الجملة. أوكي، تركيب فئات أجزاء الجملة. شنو تركيب فئات أجزاء الجملة؟ إلى علاقة بأجزاء الجملة وشكلهم بالذات. أوكي، المستوى القبلة كان وظيفتهم، هذا المستوى أشكالهم. أوكي، شكل هذه مكونات الجملة. ومثل ما حسينا في فيديوهات سابقة تقدرون ترجعونها، لازم تميزون بين الشكل والوظيفة أكيد، وأكيد المعنى هم. فحسب الشكل، شكل عناصر الجملة، شكل أجزاء الجملة، راح نستخدم تعابير مثل الناون، الناون of phrase، الverb of phrase، الadjective of phrase، الadverb of phrase، ومثل ما تكلمنا عنهم في فيديو سابق. الأهم تحليل الجملة، تحليل أجزاء الجملة، ب تحليل تركيب الجملة للدقة بأكثر بثلاثة مستويات. المستوى أحد هذه المستويات هو مستوى يخص المعنى، المستوى الآخر مستوى يخص التركيب اللي يخص علاقة مكونات الجملة وعناصر الجملة مع بعضها البعض، والمستوى الأخير أو المستوى الثالث هو المستوى اللي يوضح شكل عناصر الجملة. وحسب هذه التراكيب الثلاثة نقدر نتكلم عن sentence patterns، أنماط الجمل للجملة البسيطة، أنماط الجمل الممكنين أو أنماط الجمل الوحيدين اللي حسب هذه الأنماط نقدر نحلل كل الجمل الموجودة باللغة الإنجليزية، ونقدر نبني نصيغ جمل حسب هذه الأنماط. يعني فكر بهذه الأنماط كأنه القوالب الوحيدة لصياغة جمل باللغة الإنجليزية، طبعا الجمل البسيطة أكيد. أوكي، فما عاد يعني كل الجمل الموجودة بالإنجليزية، كل الجمل كل الجمل البسيطة الموجودة باللغة الإنجليزية المكتوبة أو المقروءة، المكتوبة أو المنطوقة، ما راح تخرج عن هذه الأنماط. أي بمعنى أنت لو كنت تريد تكتب جملة بسيطة، تتكلم وتستخدم جملة بسيطة، فتحتاج هذه التراكيب، فإنه جملتك لازم تكون حسب أحد هذه الأنماط. وإما إذا كانت جملة بسيطة، أنت دا تكتب جملة بسيطة أو دا تعبر بجملة بسيطة، وكانت الجملة اللي كتبتها أو اللي حكيتها ما ممكن تحليلها حسب هذه الأنماط العشرة اللي راح نتناولهم، إذن الجملة بيها مشكلة، إذن الجملة خطأ. أوكي، طبعا الشيء المهم الثاني إنه هذه الأنماط هي الجمل البسيطة، هذا واحد. اثنين، دا نحكي على الأجزاء الضرورية، الأجزاء الضرورية، ومثل ما راح الأجزاء الضرورية للجملة، يعني أكو أجزاء ممكن إضافتهم، بمعنى أنه إذا تم إضافتهم أو تم حذفهم ما يأثرون على تركيب الجملة الأساسي، بينما أكو أجزاء، أكو مكونات للجملة إضافتهم أو عدم إضافتهم، وجودهم أو عدم وجودهم، ما يأثر على التركيب، على صحة التركيب الضروري للجملة. أوكي، فهذه النقطة جدا مهمة أيضا. خلينا نبدأ بالأنماط الثلاثة الأولى. الأنماط الثلاثة الأولى العامل المشترك بيناتهم أنه الفعل الرئيسي لهذه الأنماط الثلاثة هو الـ verb to be. verb to be هنا هو فعل رئيسي. أوكي، النمط الأول، وإذا تنتبهون أمامنا شوفون مشتغلين بالبداية محلليهم التركيب محللي حسب الكاتيجوري، حسب الشكل، وبعدين هذا يعني انه اجزاء الجمله منطيهم مسميهم حسب الشكل، وبعدين مسميهم حسب الوظيفه. اوكي، اللي هو relational. فالنمط الاول we have
a noun or phrase. Noun or phrase. هذا شكلها noun or phrase. وظيفته فاعل. Verb. هنا المين verb هو الverb to be. اللي هو predicating verb. Okay. واللي يتبع عندنا adverb. إما of a place or of time. إما ظرف زمان إما ظرف مكان. اللي هو وظيفة adverbial. انتبه للمثال. The students are upstairs. النمط الثاني. A noun or phrase. هذا الشكل. Okay. وظيفة هو فاعل. الفعل الرئيسي أكيد the verb to be. الوظيفة predicating verb. العنصر الثالث والضروري اللي يتبع الفعل الرئيسي بهذا النظام بحسب هذا النمط هو adjective. اللي وظيفتها subject complement. Look at the example. The students are diligent. نمط الثالث noun or phrase one. هذا الشكل الوظيفة أيضا فاعل. الفعل الرئيسي الverb to be اللي هو predicating verb. العنصر الثالث الضروري اللي يتبع هو noun or phrase one. وظيفته subject complement. Look at the example. The students are scholars. هذه كانت الأنماط الثلاثة الأولى. العامل المشترك واللي يجمع هذه الأنماط أنه the verb to be is the main verb. الفعل be هو الفعل الرئيسي. الأنماط اللي تتبع اللي بعتهم النمط الرابع والنمط الرابع والنمط الخامس. العامل المشترك اللي بيناتهم أنه اثنيناتهم يحتون على linking verb as the main verb. The linking verb as the main verb. Okay, هذا العامل المشترك مع اختلاف. خلينا نشوف الاختلاف. خلينا نبدأ بالنمط الرابع. النمط الرابع noun or phrase. هذا الشكل. Okay. يبدي طبعا يحتوي على noun or phrase. Noun or phrase. فالنمط يبدي بنoun or phrase. Noun or phrase شنو وظيفتها؟ وظيفتها subject. وظيفتها فاعل. يتبع الفاعل linking verb. Linking verb اللي هو predicating verb. Okay. بعد العنصر الثالث اللي يتبع للmain verb اللي هو adjective. وظيفتها شنو؟ Subject complement. Okay. The students seem diligent. The students seem diligent. النمط الخامس تبدي بنoun or phrase one اللي وظيفتها subject. Okay. بعدين عندنا linking verb as the main verb as the predicating verb. وبعدين العنصر الضروري اللي ما ممكن نستغنى عنه بهذا النمط اللي هو noun or phrase one وظيفته هنا subject complement. انتبه للمثال. The students became scholars. The students became scholars. Okay. For scholars هذه noun or phrase وظيفتها subject complement. النمط السادس عندنا نمط واحد بالنمط السادس اللي هو noun or phrase اللي هي تبدي بnoun or phrase أكيد وظيفتها فاعل والفعل الرئيسي هنا intransitive verb اللي هو وظيفته as a predicating verb. Okay. فهذه يعني بس دول العنصرين اللي هو noun or phrase الفاعل والفعل هذا النمط الجزئين الضروريين بتركيب هذا النمط بتركيب الجمل على حسب هذا النمط هو الفاعل وفعل intransitive. أوكي. اللي هو ممكن أن يترجم إلى فعل لازم يعني ما يحتاج مفعول. أوكي. The students rusted. The student rusted. ملاحظة مهمة جدا لازم تميز بين الأفعال the linking verbs اللي ممكن استخدامها بالنمط الرابع والأفعال اللي ممكن استخدامها بالنمط الخامس. أوكي. مثل ما تشوفون أمامكم. وبعد أكيد لازم تعرفون الأفعال اللي هي ما تحتاج مفعول. هذه جدا مهمة. أوكي. وكا فعالية بسيطة أمامكم مجموعة أفعال. يا ريت لو تستخدمون كل فعل من هذه الأفعال بجملة. وبعدين أرجع قارنها للأنماط النمط الرابع والنمط الخامس وشوف قيم الجمل اللي كتبتها كانت صحيحة أم بيها مشكلة. نستمر الأنماط الأربعة الأخيرة. هذه الأنماط الأربعة الأخيرة العامل المشترك بينهم كلهم إنه كلهم يحتون على transitive verb. Okay, as the main verb, as the predicating verb. شنو transitive verb؟ فعل متعدي يعني فعل يحتاج مفعول. هذه العامل المشترك اللي يجمع الأنماط
أربعة الأخيرة. خلينا نبدي بالنمط السابع اللي هو noun of phrase 1. اللي هذا النمط يبدي noun of phrase 1 اللي وظيفته subject, أكيد transitive verb, وهذا المين verb اللي هو predicating verb, والعنصر اللي يتبع الفعل الرئيسي هنا noun of phrase 2 اللي هو direct object, مفعول مباشر. دو نشوف المثال. The students studied their assignment. Okay, فstudent هاي noun of phrase 1 اللي هي فاعل, studied هذا المين verb اللي هو transitive verb اللي هو predicating verb, their assignment هذه noun of phrase 2 اللي وظيفتها direct object, مفعول مباشر. النمط الثامن يبدي بnoun of phrase 1 وظيفتها subject, أكيد transitive verb اللي هو main verb اللي هو predicating verb. أوكي, اللي العنصرين الضروريين اللي يتبع هنا هذا النمط. من نقول هذا النمط دا أحكي, قلت لكم هذه النقطة ذكرتها قبل قليل, إنه هذه من أقول نمط وهذه العناصر, يعني هذه العناصر ما ممكن الغناء عنها, ما ممكن الاستغناء عنها, ضروريين. أي يعني النمط الثمانية مو قلنا يبدي noun of phrase 1 وظيفتها subject, وبعدين transitive verb اللي هو predicating verb, بعدين noun of phrase 1 اللي هو indirect object غير مفعول غير مباشر, noun of phrase 3 اللي هو direct object. خلينا نقول لو كنت أشيل واحد من هذه noun of phrase 2 or 3 راح يصير خلل أصلاً لذلك إحنا قلنا هذا يعني basic sentence structure, وراح نوضح فيديو تالي بالفيديو اللي يتبع بطريقة أدق, هذه جداً مهم تنتبهوا لها. أوكي, النمط التاسع أكيد يبدي بnoun of phrase 1 اللي هو وظيفة subject, transitive verb, أوكي, فعل متعدي كpredicating verb. العنصر اللي يتبع الفعل هنا اللي هو noun of phrase 2 direct object, okay. ونحتاج adjective اللي وظيفته object complement. انتبه للمثال, the students consider the teacher intelligent. ملاحظة من الملاحظات, أعتقد حكيناها في فيديو سابق, قلنا أنه أهم شيء اللي هو الverb phrase اللي هو المين verb. ليش أهم شيء؟ هذا المين verb يتحكم بأنماط الجمل اللي ممكن نكونها. أوكي, ليش أحكي هذا الحكي؟ يعني هسه لو أريد أقول the students consider the teacher, إذا أريد أستخدم consider بالمعنى اللي موجود أمامنا, بس أقول the students consider the teacher وأسكت, إذن هذه الجملة خطأ, بيها فد شيء مفقود, بيها فد شيء ضروري مفقود اللي هو أحتاج أما object complement, أحتاج كصفة, أوكي, أو أحتاج شيء فد عنصر ثاني يوضح. النمط العاشر noun of phrase 1, تبدي بnoun of phrase 1 اللي هي subject اللي هي فاعل أكيد, بعدين transitive verb اللي هو predicating verb, بعدين noun of phrase 2 وظيفته direct object, و noun of phrase 2 اللي وظيفته object complement. انتبه للمثال, the students consider the course a challenge. أيضا بهذا المثال لو ردت أقول the students consider the course وأسكت, راح حسب هذا النمط وحسب الفعل المعنى راح يكون غير مكتمل, أصلا الجملة راح تكون ما مكتملة, حسب مثل ما تكلمنا بالبداية حسب السيمانتيك ستركتر ما راح تكون مكتملة, ولا حتى حسب الريليشنال ستركتر, ولا حتى حسب الكاتيجوريكال ستركتر. نحتاج عنصر ضروري اللي هو noun of phrase 2 اللي هي object complement حتى يكتمل تركيب هذا النمط الأساسي. هذه كل الأنماط اللي أمامكم, وأرجع أذكركم أنه الأنماط هذه لبناء الجمل البسيطة أولا, اثنين تقتصر على الأشياء على العناصر الضرورية التي لا ممكن الغناء عنها في تكوين الجمل البسيطة. أوكي, عناصر الجمل الضرورية, لأنه كل إحنا نعرف
adverbial adverb ممكن يكون عنصر غير ضروري، عنصر اختياري، بمعنى ممكن حذف للجملة، ممكن إضافته للجملة، للجملة البسيطة طبعا، وما يأثر إذا تم حذف. يعني هنا الادفيربيال إذا كان اختياري، أوكي، مو حسب النمط الأول. النمط الأول بالجمل اللي مروا علينا هناك الادفيرب كان ضروري، جزء من التركيب، لكن في بعض الأحيان يكون الادفيرب غير جزء غير ضروري من التركيب، أوكي، فممكن حذفه وأضافته. فهذه الأنماط لبناء الجمل البسيطة، وده تقتصر على الأجزاء الضرورية لبناء الجمل البسيطة. أكتفي بهذا المقدار لهذا الفيديو إن شاء الله. بالفيديو اللي يتبع راح نتكلم عن تركيب الجمل، ولكن راح نقتصر استخدام راح نقتصر على تبيان تراكيب الممكنة للجمل البسيطة حسب الـ relational structure، يعني حسب وظيفة أجزاء هذه الجمل. شكرا جزيلا لاستماعكم.